احذر أن تشاهد هذا الفيلم، فقد جلب الحظ السيء واللعنة على أبطاله، فحصد أرواحهم بطريقة غريبة، لذلك إياك أن تشاهده. فيلم أتوك الذي صدر في ثمانينيات القرن الماضي مستوحى من رواية الجد للمؤلف الكندي مردخاي ريتشلر، رغم أن الفيلم يعد من الأفلام الكوميدية إلا أنه يعتبر من أفلام الرعب الحقيقية، فقد حصد العديد من أرواح أبطاله. في ثمانينيات القرن الماضي تم عرض الفيلم على الممثل الكوميدي الشهير جون بيلوشي الذي وافق على أداء الدور، مما أثار حماسة المنتج الذي كان يبحث عن نجم يتمتع بنفوذ مثل بيلوشي. لكن حماسة المنتج لم تستمر طويلا، حيث تم العثور على بيلوشي جثة هامدة في فندق شاتو ماغمو أوتيل، وكان في الثلاثين من عمره. تم التحقيق من قبل الطبيب الشرعي وشخص سبب الوفاة بجرعة زائدة من المخدرات، لكن بعد شهرين كانت النتائج موضع خلاف، حيث اعترفت صديقة بيلوشي كاثرين إيفلين سميث بأنها كانت معه ليلة وفاته وقامت بإعطائه جرعة مميتة من المخدرات. بعد ذلك أعيد فتح القضية ووجهت إليها تهمة القتل غير العمد. وفاة بيلوشي لم تعق تصوير الفيلم، حيث استأنف الإنتاج أعماله وتم عرض الدور على الممثل سام كينيسون الذي تمكن من تصوير مشهد واحد من الفيلم قبل أن تصطدم سيارته في كاليفورنيا بشاحنة صغيرة، مما تسبب في وفاته على الفور متأثرا بنزيف داخلي. ثم بدأت الشكوك تحوم حول لعنة تحيط بالفيلم. رغم ذلك عرض الدور على الممثل جون كاندي. كان كاندي متحمسا للعب الدور وبدأ في قراءة السيناريو، لكن في مارس من ذلك العام عانى كاندي من نوبة قلبية حادة وتوفي على أثرها وهو في سن الأربعين. ومن الغريب أن الكاتب الكوميدي والصديق المقرب لكاندي مايكل دونوجو توفي بطريقة مفاجئة بسبب نزيف في المخ، حيث أفادت التقارير أن كاندي طلب من صديقه قراءة السيناريو للانضمام إلى طاقم التمثيل، لكن مايكل توفي في نفس العام وهو في عمر 54. في هذه المرحلة بدأ الناس يدركون أن الفيلم تحيط به لعنة ما. بحلول التسعينيات بدأ الخوف من اللعنة يتلاشى وظهر الفيلم مرة أخرى، وهذه المرة تم عرض السيناريو على الممثل كريس فارلي الذي كان معجبا بالممثل جون بيلوشي وكان متيقنا أنه عرض عليه الدور سابقا، مما شجعه على الموافقة على الفيلم، لكن تم العثور على فارلي ميتا في شقته. ومن المفارقات إنها نفس الطريقة التي توفي بها بيلوشي وهما بنفس العمر. عند مناقشة ظاهرة الفيلم ترجع أسباب اللعنة إلى ظاهرة شبيهة تدعى لعنة الكتاب التي كان لها شعبية واسعة في القرون الوسطى، حيث تقوم اللعنة بالحاق الأذى على أي شخص يقوم بسرقة مجلد أو وثيقة مهمة من مالكها. وبما أن جون بيلوشي قد عرض عليه الدور في المقام الأول، فهل من الممكن أن تكون لعنة بيلوشي مشابهة للعنة الكتاب وأنها سلطت على بقية الممثلين وحصدت أرواحهم واحدا بعد الآخر؟ هذه هي نهاية حكايتنا لهذا اليوم، نراكم في قصة جديدة إن شاء الله.